السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لكم النهاردة بالفطير المشلتت، جميل جدا، من غير عجن، من غير خبز، من غير اي تعب خالص. شوفوا طري ازاي وجميل ازاي، تحفة، والطعم لا يقاوم. اللي هيجربه هيعمله على كل يوم. شوفوا الرقات، وجميل جدا طعم صراحة. يعني احنا كل ده وقال احلى من بيو بره بكتير، ولا تعب 5 دقايق بيكون خلص كل حاجة فيه. انت شوفوا الوقت، الوصفة معايا هتلاقوها، يعني مفيش اسهل من كده. بس ما تنسوش بقى بالاشتراك واللايك. يلا بينا على الوصفة. الوصفة عبارة عن ايه؟ شفتوا بقى الوصفة، مفيش اسهل منها. الوصفة الكوب سمنة مذاب، وكوب وعلبة زبادي البلدي العادية، هنا برضو ورقة الجلاش اللي هي نص الكيلو. طب تمام. وهنا كوب قشطة لسه جايباها من حتى بقال، لسه يعني مش جامدة، لسه حلوة. انا عايزاها كده حتى لو ماسكة، مش فارقة يعني كده او كده. يعني انا دلوقتي الوصفة صراحة يعني طريقتها سهلة خالص. انا الجلاش معاكم اهو، ده نص كيلو، وده زي ما انا قلت القشطه والسمنه، دوبتها على النار وحطيتها في الكوبايه، كله بنفس المقدار اهو بالكوبايه وكوب الزبادي. تمام. انا هحط بقى الوقت السمنه، بس مش هحط كلها، انا هحتاجها كلها، والجلاش ده هيحتاجها. بس ايه، انا بحط يعني على علشان الطبق واعرف اعمل يعني، وبعد كده كملت برضو بالباقي يعني. يبقى حطيت ايه، قمت حاطه السمنه اللي انا دوبتها حطيتها في الطبق، وقمت حاطه فوقيها القشطه، وفي تاني حاجه قمت حاطه ايه الزبادي اللي هي البلد العاديه. هنحط المكونات على بعضها. اهو كفايه اصلا ريحتها طالعه كده يعني حلوه قوي. هقلب بقى الحاجه على بعضها اهي. سهلة وطعمة، ولا عجن بقى ولا تعب ولا اي حاجة. 5 دقايق بيكون الحاجة خلاص خلصت وتتحمر، في يعني ما بتكملش حاجة خالص، وتطلع بألف هنا. وتعجبكم جدا، والطعم مش هتتخيلوه الا لما تجربوها. جربوها كده وبقولي لي بقى طلعت معاكم ايه. يعني جلاش الفطير طلع من ايه في 5 دقايق، اللي احنا مثلا ونقعد نفرد ونعجن وتخمر، مفيش كده خالص. مفيش اسهل من المقادير ديت، واسهل من الطريقه يعني. صراحه اسهل طريقه عملتها قبل كده كتير، عجبتني فقلت اعملها قدامكم كده. انا الصينيه حطيت فيها المقادير اللي انا حطاها على بعضها، اللي هي السمنه المذابه على القشطه على الزبادي، وخلاص حطيت تحت كده وشويه سمنه كمان اهو من تحت عشان تدي حمار من تحت كده وقرمشه وحلوه. يعني هجيب بقى ايه معاكم كده اهو، تاخد ورقتين من الجلاش وحطهم في قلب الصينية. الاتجاه بقى المعاكس يعني، ده عكس الاتجاه ده، وبنطلع بنحط نصها جوه الصينيه والنص التاني خارج، وبن كده بالفرشه، وبنبدا ايه نخلط بقى، والجلاش ياخد، نحط عليه المقادير اللي انا عاملاها، اللي هي الزبده المذابه على او سمنه اللي موجود يعني، وقشطه وزبادي. الصراحه طعمها هيعجبكم ان شاء الله قوي قوي يعني، عن تجربة. وجربوها وادعوا لي يعني الصراحة، وقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لأ. وفطير مشلتت، بصي مش يعني مش هيجي حق يعني في 5 دقايق، مش بحق العجن خلاص كده. هفرد بقى بالفرشة كل مكان عشان تطلع كل رقة مورقة خالص معانا. انت شوفوها، شفتها معايا في الاول كمان، وريتها لكم هي كلها مورقة. بحط الوقت برضه هنا،
ما تنسونيش بقى بالاشتراك واللايك، وانا متشكرة جدا لكل حبايب قلبي اللي عملوا اشتراك واللي هيعملوا لي، متشكرة لكم كتير قوي، ما يحرمنيش منكم ابدا، ومتشكرة على الكومنتات المحفزة اللي بتشجعني دايما. الصراحة انا مستمرة بيكم، وانتوا سبب اللي انا لحد دلوقتي مستمرة ان شاء الله، وبدعمكم ليا هستمر على طول، ما تحرمش منكم كلكم يا رب. والله انا بجيب الوصفات اللي انا بعملها اللي بكون عاجباني وبعملها، وبكون خفيفة وسهلة، عشان عارفة يعني ايه الناس بتحب الحاجات اللي مستريحة وطعمها جميل يعني الطعم، وحاجاتها سهلة ومقاديرها بسيطة برضو وموجودة، يعني ما فيش مش يعني بعمل حاجات اللي هي في تناول الجميع، ووقتها بسيط جدا، وحاجتها في 5 دقايق تكون خلصت. شفتوا زي ما انتوا شايفين كده، حتى لو في رقاق مقطوعة ورق عادي خالص، احنا ولا يهمنا، كله جوه بيتدارى. اللي حابب يقلل يعني طبعا ان انا بحط ده، اللي حابب يكتر عن كده يكتر، اللي حابب يقلل يقلل. انت لو عملتها كده وجالكوا اي حد وقلت انا عجنت وعملت فطير مشلتت، محدش بس ما تقوليش حتى على حد كده واعملوها، وما تقولوش لحد انا مثلا جلاش ولا ده اي حاجه، اعملوها وقولوا اتفضلوا انا عملت الوقت اللي لسه عامله الحالة الفطير في 5 دقايق، وهمهم كده وهم يدوقوه الاول ويشوفوا طعمه ويحكموا هم بقى بعد كده. حابه تقولي بقى ايه اللي هو الجلاش وكده، وعشان الصراحه يعني هو عجبني الطريقه قوي فقلت اعملها لكم، ولو حب لو عملتها لاي حد هتعجبه ان شاء الله وتشرفك مع اي حد. ايه الناس اللي ما بتعرفش تعجن، الناس اللي مثلا ما لهاش في العجين او ما عندهاش وقت، الموظفين الحاجه دي سهله خالص اهي. ايه طبعا بقى ايه، انا خلاص خلصت كله، ابدا بقى ايه اللي انا فردته ورجعت الورق ابدا ادخله تاني، علشان ادخله في اللي هو في كله ببعضه كده اهو، وابدا باخد الطبقه اللي في القبل يعني هنا مرتين، هنا الورق من هنا، وبعد كده اخد اللي قبلها، وبعد كده برضو ايه بالقبل بعض كده لحد ما نخلصهم. طعمتها وجمالها انا عملتها لعمتي، يعني كانت بتقول لي انا عارفه انت شاطره وكده اعملي لي الفطير، وما قلتلهاش واكلتها وعجبتها قوي الحمد لله. كنت فرحانه يعني الصراحه، اي حد يفرح لما بيعمل حاجه وتعجب الناس. انا ما كنتش حاطط بقيه السمنه، هبدا برضو احط يعني اللي هو بقيه السمنه حطيتها كلها، ممكن انا ما جيتش في البتاع، بس انا حطيت بقيه السمنه وبقيه الحاجه تمام. اللي عامل دايت ممكن يقلل خالص في السمنه والقشطه، وهتبقى طعمها برضو حلو، بس طبعا يعني مشلتت معروف اللي هو دسم اللي هو فيه ما يبقى ملان اللي هو القشطه والسمنه البلدي، بس انا عاملاه بسمنه عاديه، وعملت سمنه على زبده يعني، اللي حابب بقى ايه سمنه عاديه عادي، سمنه بلدي بقى اروع واروع. خلاص انا قفلتها خالص اهي، وهدخل بقى من الجوانب وشوفوا جمالها. وبالله عليكم لو اي حد لسه داخل دلوقتي فاتح الفيديو في الاخر كده هيعرف اللي هو جلاش ابدا، هنقول ده انا عجنت وخلاص عملت الجلاش اهو قدامكم، في النهايه كده تحس اللي هو ايه جلاش، يعني اي حد يجيلكم فجاه يقول ده جلاش خالص، قصدي اللي هو سوري اللي هو الفطير. خلاص الحمد لله. انا خلصتها خالص اهي، في بقيه الكوب فيه قشطه، هبدا بقى ايه احط من فوقيها قشطه برضو، زي ما احنا عارفين الفطير بيبقى ملان القشطه، هو الفطير الفلاحي بتاع زمان اللي كان بيبقوا مالين له قشطه في كل حته، ده بتاع جدتي يعني والناس ومامتي وكده كان بيملوه قشطه، فحطيت برضو قشطه فوقها.
فطير ولا مش فطير؟ فطير اهو والله العظيم، طعمه يعني وهم الصراحة، حكاية طعم جدا. والورقة ما شاء الله مش يعني مفرغ في وممرق وجميل قوي يعني، ما شاء الله يعجب الكل. اي واحدة حتى لسه يعني لسه سنة اولى جواز هي ده تقدر تعملها على طول. انا دلوقتي عملت الفرن، ولعته ولعته على اعلى حاجة. هبدأ بقى احطه من تحت، يا دوب تحمر او ما تحمر من تحت وتدي له اللون اللي انا عايزاه، ابدا اطلعها فوق واحمر بقى ايه، واحمرها من فوق وهتشوفوها معايا وهي طالعه. خلاص انا حمرتها من تحت ومن فوق، شوفوا بقى جمالها وطعمتها. ايه بتتنى معايا خالص اهي، وشوفوا حمرها من تحت جميل قوي. ايه ما تنسونوش بقى بالاشتراك واللايك والشير والكومنتات دايما محفزة بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا في فيديو جديد.